العصفورة قالت لنا ان انت كنت بتحب بنوتة اسمها ناني، مظبوط الكلام ده؟ وده كانت اول واحدة حضرتك كتبت لها شعر، صح؟ دي حاجات كانت بتبقى للاصدقاء وكده، والواقع اللي انت بتتكلم عنها واقع حقيقية فعلا، وحاجة هزتني وتأثرت فيها وكتبت فيها وكله. ما هي دي المنطقة بتاعت بولاد دكرور، دي المنطقة اللي يمكن صنعت التكوين اللي اسمها صلاح عبد الله. صحيح. فنيا بقى الاساس فيها الممثل اتولد من جواه اللي بيحب يكتب، ويكتب زجل، يكتب حاجات شبه الشعر بالشعر شبهه، يكتب افكار موضوعات. عملت كتبت استعراضات مسرح، وتولدت برضو من خلال الممثل والزجال دوا المخرج بس للهواه، وحبيت الاخراج للهواه. ففعلا انت عندك حق، انا يعني المنطقه دي عشت، وكنت دايما اعبر مش بس عن ناني ولا عن بنات او ستات وكده، لا، عن بولاق، عن الناس اللي بولاق، عن البيوت اللي ركبت فوقها السنين لما حيلها تهد. الله. ياما قلت، ياما وفي ناس بقى اللي هم عشروني في الفتره دي حافظين حاجات ليا اكتر مني. يعني انا في حاجات يعني وقعت من الذاكره، لقيت بقى ما حصل بقى الفيسبوك وتويتر والحاجات دي، بدات ناس تفكرني بحاجات تقول لي حضرتك، اقول له انا اللي، يقول لي يا سلام ده انت قلتها كذا امال ايه يا باشا اللي انتوا قريتوه ده ما يجيش ربع اللي كان في دماغي. ما شاء الله. دماغك قصدي دماغي انا وولادي.